بالاجنحه بالبطاطس، وهنلبس كلافز كده علشان عايزه ادعك البصلايه. يعني ايه ادعك البصلايه؟ يعني ادبلها، ادبلها واتبلها. ادبل البصلايه يعني اخليها ناعمه خالص في ايديا. طب حد يقول لي ايه؟ نونا، هو انا ينفع ان انا اجيب الكبه واضرب فيها البصل وانا بضرب البصل مع في الكبه احط التوابل بتاعتي؟ اه طبعا ينفع. ايه اللي مش هينفعها؟ احسن ما انت عايزه تدعكيها كده ما فيهاش اي مشكله، ممكن حضرتك تحطيها مع الكبه في مع التوابل في الكبه وتطحني كله مره واحده، هيطلع برده معاكي زي الفل. طيب يلا بينا يا جميل ننزل المقادير. وعلى ما ننزل مقاديرنا انا هاخد بصلتين ثلاثه كبار كده واحط عليهم التوابل بتاعتنا كلها، والاساس بتاعنا طبعا ملح وفلفل اسود، وهبدا ان انا ادعكهم كويس قوي على ما جيمي ينزل لنا المقادير بتاعتنا على الشاشه. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معايا كيلو اجنحه، ومعايا بطاطس مكعبات، ومعايا طماطم مكعبات، جزر حلقات، وبصل مفروم زي ما حضراتكم شايفين كده ان انا ببدا ان انا ادبله بملح وفلفل اسود، ثوم مفروم حطيته اهو مع الفلفل المحامي، حطيته خلاص فلفل حامي مفروم، التوابل بقى بتاعتنا، معايا كزبره ناشفه وشويه كمون، وبهارات فراخ هنجيبها من اللي احنا عاملينها مع بعض اهي، هناخد منها معلقه من اللي احنا عاملينها سوا اهي. بصي يا جيمي، ادي بهارات الفراخ اللي احنا عاملينها مع بعض، هناخد منها دلوقتي كده حبه. بصوا بصوا شكل البهارات عامله ازاي، هجيلك كده يعني. طب اعمل ايه؟ بصوا شكل البهارات، بصوا اللون بتاعها ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. طيب بصوا ثانيه واحده، ده اللي انا بقول لكم تعملوه في البيت، محدش يناولك حاجه وواقفه في المطبخ وايديك مطرحها بصل وجبتي البطرمان وفتحتيه وتبهدل، ما اروحش ماسكاه حطاه في الدرفه تاني واقول ايه هبقى امسحه او اسيب ان مطرح البصل ولا مطرح الشغل بتاعي عليه، لا انا مسكت اهو منديل مسحته ورجعته مكانه. نفس النظام تعملي كده، تعملي كده في البيت عندك، خلي البطرمانات دايما نظيفه، لما تيجي تنضفي المطبخ تلاقي ان هو الهلكه بتاعته مش جامده. ريحه البهارات بتاعه الفراخ اللي احنا لسه عاملينها عظمه. ضربت البصلايه كده او دعكتها بالشكل ده كده مع التوابل الحلوه بتاعتنا، ده حطيت البصل والطماطم والبطاطس، وعايزه اقول لكم لو انتوا مش هتحطوا اجنحه، لو مش هتحطوا اجنحه اعملوا صينيه البطاطس بالشكل ده كده بالتوابل اللي احنا عملناها دي، هتلاقوها تحفه تحفه تحفه. بالشكل ده كده عملناها وتمام وزي الفل كده، صينيه البطاطس عندنا تمام جدا. طيب هبدا ان انا اعمل ايه؟ اجيب صينيتين، انا هعمل النهارده الصنف بتاعي على صينيتين مش صينيه واحده. وانت نفس النظام اعملي برضو عندك كده، اللي يخليكي تقطعي بطاطسيتين ثلاثه خليهم اربعه، مع ثلاث اربع جزرات، مع طماطميتين ثلاثه، مع شويه بصل، واعملي صينيتين. هقول لك على حاجه، انا هعمل صينيه ساده وصينيه بالاجنحه. ممكن تعملي ايه؟ عملت النهارده الصينيه بالاجنحه وعندك ما شاء الله اربع خمس افراد، خلاص غدا النهارده خلاص تمام وزي الفل، هياكلوا الاجنحه وهياكلوا الصينيه وخلاص مع الرز. اجي تاني يوم انا عملتها مثلا النهارده مع حبه رز بالشعريه، اجي تاني يوم صينيه بطاطس ساده ارديحي من غير اجنحه ومن غير حاجه خالص، اروح عامله جنبها طبق ملوخيه مع طبق لسان عصفور وعيش وحاجه مخلله، يبقى خلاص ادي يوم تاني. امبارح كانت برز وصينيه بطاطس واخده شاربه من الاجنحه والكلام ده كله، لكن تاني يوم هعملها ارديحي مع طبق ملوخيه والعيش ويتغمزوا، فقضيها والناس لبعضيها يعني كل يوم عايز. بسم الله نعمل كده بالشكل ده. ريحه البطاطس مع التوابل والبهارات اللي احنا حاطينها ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله بالشكل ده. عايزه تقطعي حلق طبعا ما عنديش مشكله، عايزه تعمليها مكعبات زي ما انا ما عاملاها كده برده ما عنديش مشكله. في نفس البوله اللي انا عامله فيها البطاطس والطماطم والحاجه بتاعتي هحط الاجنحه، وهروح متبلاها بشويه من الملح
وحبه من الفلفل الاسود. عايزه تاخدي حبه من البطاطس، حبه من البصل اللي احنا كنا اصلا متبلينه في الاول وتدعكي بيه الاجنحه، ما عنديش اي مشكله. عايزه تعمليها ملح وفلفل اسود كده بس برضو ما عنديش اي مشكله. وارجع اعمل كده، بقى عندي اكل يومين اتعمل في يوم واحد بالشكل ده. وطبعا دي هتبقى واخده من تطعيمه الفراخ، والتانيه هتبقى ساده. دي هتتعمل جنبها رز، التانيه هيتعمل جنبها حبه عيش مع حبه ملوخيه ولسان عصفور. والحمد لله وبارك الله فيما رزق بالشكل ده كده. خلاص خلاص، ادي صينيه وادي صينيه. اجي بقى دلوقتي للصلصه اللي هسقي بيها ده كله. الفرن شغال عندي على درجه حراره 200 ومحضره الورق الفويل، وهبدا ان انا اتبل الصلصه دي. ما انا مش هينفع ان انا احطها من غير ما املحها. طيب عندك اختيارين للصلصه. انا دي صلصه طماطم متسبكه ساده من غير ولا بصل ولا حاجه خالص. طب لو انا يا نونه عايزه اطعمها اعمل ايه؟ حله على النار فيها معلقه سمنه بصلايه وسبكيها وتبليها واسقي بيها. طيب عايزه ليها تطعيمه مختلفه عن البصل اعمل ايه؟ حل على النار، معلقه سمنه، معلقه ثوم، قرن فلفل، تبلي الصلصه وتشيها وتبليها حلو واسقي بيها. فعندك اختيارين للصلصه، عندك اختيارين للصلصه. لكن انا النهارده هاخد الطماطم وهي متسبكه من غير بصل ولا ثوم ولا الكلام ده كله. ليه؟ لان انا حاطه في صينيه البطاطس اصلا بصل وثوم، وحاطه في صينيه البطاطس بالاجنحه بصل وثوم، فانا مش محتاجه ان انا احط بصل وثوم زياده في التسبيكه بتاعه الطماطم. يا دوب هحط ملح وفلفل اسود كده واقلبهم كويس مع بعض. هتيجي هتيجي بالشكل ده. ملحت وابدا اسقي. بسم الله. هنا اهو وادي الباقي. وتقفلي يا ست الكل بالفويل وتحطي في الفرن تكمل التسويه بتاعتها. عايزه تدي غلوه من فوق الاول ما عنديش مشكله ان البطاطس تكمل تعمل تسويتها والفراخ تكمل تسويتها، وبعد كده تحطيها في الفرن تكمل تسويه وتاخد الوش بتاعها، ما عنديش مشكله. عايزه تسويها كلها يسويها كلها في الفرن برضو ما عنديش مشكله، على حسب اللي انت عايزاه. انا دلوقتي هحطها كلها في الفرن ليه؟ علشان انا هستخدم العيون بتاعه البوتاجاز. انت برضو نفس النظام، لو عندك عزومه او عندك كذا صنف او حاجه تانية هتتعمل على البوتاجاز يبقى قفلي وحطي في الفرن، قفلي وحطي في الفرن يستوي مع بعض على ما تخلصي بقى حبه الرز مثلا، على ما تعملي شويه لسان عصفور، لو هتعملي مثلا جنبها ملوخيه يبقى انت ايه استغليتي البوتاجاز واستغليتي الفرن مره واحده. ما تقفيش في المطبخ ولا قوه الا بالله. ادي صينيه الاجنحه بالبطاطس. نعم ما شاء الله. وادي صينيه البطاطس القرديحي. من صنف واحد عملنا صينيتين، او ايه هنقول ايه، غدا يومين ورا بعض، غدا يومين ورا بعض.